قمنا اليوم بزيارة مربع 6 حقل بليلة برفقة وفد كبير يضم قيادات اللجنة الأمنية، قيادات الوزارة وقيادات الشركات بغرض الإطمئنان على سير العمل بحقل بليلة ومربع 6 ككل، وبغرض الإطمئنان على أحوال العاملين بالحقل. الحمد لله تم تنويرنا من جانب السلطات المحلية على كافة الأوضاع، وجدنا أن الوضع مطمئن جدا ومستقر جدا، العمل يسير بشكل طبيعي. حدثت كان بعض التفلتات البسيطة لكن تمت السيطرة عليها نتيجة لبعض المطالب البسيطة المحلية. تم التواصل مع أصحاب المطالب بواسطة السلطات المحلية، وإن شاء الله الأمور تسير بشكل طبيعي وسلس ومستقر. كذلك اتمنينا على موقف سير الإنتاج أيضا يسير بشكل سلس. كذلك المسألة ناقشنا مسألة المسؤولية المجتمعية ومسألة العلاقة ما بين المجتمع المحلي الشركات الوزارة، أوضحنا هذه النقطة بإذهاب. نحن حريصين على خلق شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي مع الولاية بما يساعد على استقرار عملية الإنتاج النفطي. كذلك إن استقرار عملية الإنتاج النفطي تساعد أيضا على جذب مستثمرين جدد، وهذه مسألة مهمة بالذات الاستثمار الأجنبي نحن في أشد الحوجة إليه، ونزعى لتطوير شراكاتنا مع الصينيين ممثل في شركة CNBC وأي شراكات أخرى جديدة يمكن أن تدخل السودان. أنا في ختام اللقاء بحب أشكر كل العاملين بقطاع النفط وبالذات في شركة بترو إنرجي على المجهودات الكبيرة وعلى الصبر اللي بيصبروه والعمل اللي بيقوموا به الدؤوب دون كلل أو ملل. نؤكد أننا نحن في الوزارة سنعمل على تهيئة كل البيئة المناسبة اللي بتمكنهم من أداء عملهم حتى أننا نقدر نساهم في رفعة الاقتصاد السوداني بزيادة الإنتاج النفطي. شكرا.